اهلا بحبايبنا الطلبه ومتابعين القناه بتاعتنا، ومرسي ليكم لدعمكم للقناه، ويا رب نكبر بيكم دايما ونكون عند حسن ظنكم. وزي ما قلت برضو في الفيديو انا قايل الكلام ده، مرسي قوي لكل نقد، لكل ملاحظه، لكل اجابه صحيحه بيكتشفها طالب مجتهد وبيشتغل معايا وبيقول انا بسمع كويس وبركز كويس. مرسي ليكم، ونشتغل مع بعض باذن الله الفيديو بتاعنا في نخلص الدرس الثاني باذن الله النهارده في الوحده الاولى. يلا نبتدي مع بعض باذن الله، اتفضل. هنبدا مع بعض نشتغل النهارده في فيديو جديد اللي هو الدرس الثالث ليسون توا بارلي دو بروفيسيون، يعني تحدث عن المهن، وهناخد فيه ازاي نتكلم عن طبيعة المهن وتأنيس اسماء المهن والتعبير عن الانشطة باستخدام verb pair. نبدأ نشتغل مع بعض كلمات الدرس. بالاول عندنا métier، métier مهنة، travail، incendie، malade، médicament، hôpital، animal، rôle، roman، comédien، magasin، programme، school، article، dessin، bla، tableau، croissant، cheveux. كلمات المؤنث profession مسبوقة بإن طبعا، profession، activité، nature، émission، enquête، fleur، liste، escalade، journée، promenade، statue، photo، cuisine، vie، of dar، information، préparer، étendre، peindre، examiner، soigner، couper، enseigner، expliquer، conduire، dessiner، aider، succombedo، vendre، souhaiter، travailler، bouger، courir، coiffer. نكمل بقية الكلمات عندنا، ها، أول كلمة في الصفات، بون، ديليسيون، إيديال، انتريسون، سوبليم، انكرويابل، كابابل، بروندر دي فوتو، بريفيري، سيور، مانيفيك، مانوال، دور، دو كوا، اجوردوي، جوي ان رول. هنركز مع بعض في القطعة اللي جاية كده بسرعة، ونحاول بما ان قرينا الكلمات بتاعتها وعرفنا القطعة ممكن نعرف نترجمها. ليزا بتقول والدي بيكون مصور. تيان، تفضلي.
ما مير إتو سي فوتوغراف، ووالدتي كمان بتكون مصورة. إي ما جران مير وجدتي إي ميدسان بتكون طبيبة. مون جران بير جدي أوسي إي ميدسان بيكون طبيب. ما جران مير وجدتي بتكون فارماسيان صيدلانية. أو مون جران بير أوسي إي فارماسيان، جدي بيكون أيضا صيدلي. مون كوزان اي بلونجير وابن عمي خباز. انكروياب شيء لا يصدق. ما كوزين بنت عمي بتكون بلونجير خباز. خباز هنا خباز بلونجير خباز. اي تون اونكل وعمك كاسك الفي ماذا يفعل؟ الي فوندير هو بائع. تا تونت عمتك اوسي اي فونديز بتكون بائعه. وي نعم اي ما سير اي ديسيناتريس بتكون رسامة. جو سوي سيغ أنا متأكدة كي تون فغير دي سيناتير. قالت لها لا هو مش رسام. جو ني با دو فغير أنا ما عنديش أخ. أنا ما عنديش أخ. أول واحدة هتاخد والدة كارد ترافاي بتشتغل طبعا هنا أو استوديو في الاستوديو عشان هي مصور. لا جراند مير دو ليزا جدة ليزا. ليزا قالت جدتي بتكون فارماسيون صيدلانية. فارماسيون صيدلانية. ليزا ليزا عندها ايه؟ ها طبعا هي دو فرير اخين. دو فرير اخين هنتأكد برضو من ليز عندها. قالت ليز كاسكو الفا ليز قالت ما سير جو سير مون فرير ديسيناتريس مون فرير. اوكي دو فرير. ليز ليز عندها ان سير اخت. دو ليزا او ليزا هنا ليزا اي بلونجير. ليزا بيكون خباز. مين ليزا ده؟ ابن عمها طبعا سون كوزان. لا بس هنا في القطعه اللي بعدها بيقول كلمه يا غيم تي اوفيتور يعني اي مهنه تحب في المستقبل. انت بتحب تكون ايه في المستقبل؟ كلمه تيار ام تي اي مهنه تحب انت في المستقبل. موا بيقول موا جيم اتر انا بحب اكون طبيب بيتري في المستقبل. جيمي كوب انا بهتم بالحيوانات على فيرم في مزرعه والدي. جي باس ما جورني وبقضي يومي ا ايلي فير ليزانيمو في تربيه الحيوانات. ده كان جا ومن باري. بالنسبه للبنوته الصوره دي بتقول جيم لو كونتاك افيك لو جان بحب التواصل مع الناس بحب اساعد الاخرين. جيبو ات سكرتير ممكن اكون سكرتيرة عشان اساعد مديري في تنظيم العمل للشركة. زوي بقى دي من مارسيليا بتقول جيم لابنتور انا بحب الرسم وبحب ارسم الطبيعة والاشجار البحار الي ديزار والصحراء. او فيتير في المستقبل جيمتر دي سيناتريس بحب اكون رسامة كوم مي بارو مثل والدي. اما اليو بيقول جادور لا شيمي انا بعشق الكيمياء. في المستقبل بحب اخترع ادويه لمكافحه الامراض. جي اي ماتر فارماسيان بحب اكون صيدلي مثل عمي. اوفيتير في المستقبل اليو بيحب يكون صيدلي اون فارماسيون يعني صيدلي. يبقى صفحه 122 ناخد بالنا صيدلي. رقم اثنين ماريون ابيت طبعا نيس في مدينة نيس. ماريون تسكن في مدينة نيس. زوي ام زوي بتحب الرسم طبعا. يبقى ديسونير دي تابلو رسم لوحات. لو بيردو جاء والد جاء عنده مزرعة فيرم. فين فيرم؟ يبقى مزرعة. نبص الصورة عشان مش واضحة قدامكم. فيرم اللي هي اخر واحد. لو بصينا في الصوره اللي عندكم دي بنقولوا لي بروفيسيون ليز اكتيفيتي يعني المهن والانشطه.
Quelle est la profession de ton père, ma mehnet waldik? Elle est elle cuisinière, هو طباخ. Et ta mère waldetik, elle est vendeuse, هي بائعة. طبعا هنقرا مع بعض الكلمات دي بسرعة ونترجمها. الطبيب بيعالج المرضى, السواني لي مالاد, le médecin, le pharmacien, الصيدلي. Il prépare les médicaments, بيجهز الأدوية. L'infirmière, الممرضة. À l'aide, le médecin et les malades, هي بتساعد الأطباء والمرضى. Le vétérinaire, اللي هو le vétérinaire, طبيب بيطري. Il soigne les animaux, بيعالج الحيوانات. Le professeur explique les leçons, بيشرح الدروس. طبعا ممكن اقول عبارات غير كده في كل المهن اللي سبقت وهنبقوا نتدرب عليها بعدين. Le journaliste الصحفي, il écrit des articles dans un journal, بيكتب مقالات في جريدة. Le dessinateur الرسام, il fait du dessin, بيعمل رسومات. Le peintre الرسام برضو, il peint de tableaux, بيلون لوحات. الكوافير مصفف الشعر, الكوب لي شيفو بيقص الشعر. فوتوغراف المصور البروندو فوتو بياخد صور. البومبيير رجل الاطفاء بيطفئ الحرائق. اليتان لي زانسوندي. لي كوزينيير ال بريبير دو بون بلا بيجهز. بريبار دو بون بلا يعني بيجهز بيجهز أطباق جيدة. لو فوندير البائع, الفون بيبيع السلع. دونزان مجازان. اللي بعد كده البريزونتاتور مقدم البرامج. البريزون دي بروجرام يقدم برامج على تيلي في التلفزيون. بلونجير الخباز. الفي دو بان دي كرواسون. لو بيلوت الطيار. الكوندوي ان افيون يقود طائره. لو ليبرير الفون دو ليفر بيبيع كتب. لو بيبليوتيكير البريت بيعير الكتب للقراء. فلوريست الفون دو فلور بيبيع الزهور. لاكتور الممثل. الجو دون لي فيلم بيمثل في الافلام. لو كوميديا الفي دو تياتر بيعمل مسرح. لانفورماتيسيان المبرمج. الفي دو بروجرام دو انفورماتيك بيعمل برامج للحاسوب. لو شانتر المغني. الشان دو شانسون بيغني اغاني. طبعا هو هنا بيقول لي سريعا كده, بيقول لي خلي بالك من ان بعد فعل اتر لا تسبق المهم باداء. اقول جي سوي ميتسا. بعد سي او سو سون احط الاداه. سيتان انفيرمير او سي سون دو بروفيسور. ممكن هنا احط اداه لو قلت مثلا ام بون ميديسان. جات صفة يبقى حط أداة. لو جات صفة أحط أداة. ما أقول جي سوي أم بون ميتسا. لكن لو جات ميتسا بس ما أحطش أداة. داكور. اللي بعدها فيرب ترافاييه بيجي بعده مكان العمل مش المهنة. ما أقول جو ترافاي دان زان أوبيتال يبقى في بيجي بعد المهنة أو إتر, لكن ترافاييه بيجي بعده المكان نفسه. يسبق الزي التنكري بحرف الجر أون في وجود اتر دي جوزي او سي دي جوزي, والاثنين معناهم يتنكر, يكون متنكر او يتنكر. للسؤال عن الزي التنكري, كالي تون دي جوزمو, اون كوا تي دي جوزي, اون كوا تي تي دي جوز, سي كوا تون دي جوزمو, وبرد اقول جي سوي دي جوزي ام بيلوت او جي مي دي جوز ام بومبيير. في تمرين بيقول لي المهن اللي قدامك ايه. طبعا هتبقى واضحة قوي متنكرين في ايه. هبقى واضح هحط المهن اللي هي قدامي في التمرين رقم واحد. الاولى طبعا بيير في بومبيير. اللي بعدها في كلمة كلاون, عشان الكلمة دي يمكن ما وردتش قوي عندنا. كلاون يعني مهرج. كلمة كلاون اللي هي قيمة في مهرج عاملة قيمة. و فيترينير لوكا فيترينير. فيكتوار دي جوزي اون
شانتيز مغنية، 5 لوسيل اي دو جوزي، فين لوسيل؟ لوسيل في كوزينيير، طباخة. اما مارتان دو جوزي اون، طبعا مارتان قدامنا فين؟ ده بيلوت طبعا، مارتان في طيار. 7 فالنتين، طبعا فالنتين هنا متنكرة في انفيرميير ممرض، انفيرميير ممرض. نفس الكلام بقى في الصفحة اللي بعدها، وهنبدأ نكمل بس هنتوقف في الفيديو الصغير ده. وميرسي ليكم، وهنكمل في الفيديو الجاي.